جدا بالتجاوب مع المبادرة المتميزة اللي دارتها جمعية الرحالة لهواة المشي، وهي مبادرة ديال التبرع بالدم. طبعا هناك حاجة ماسة في كل دقيقة وفي كل ثانية لهذه المادة الحيوية. العديد من المرضى كينتظروا، المرضى اللي عندهم أمراض الدم الوراثية باستمرار، المرضى اللي عندهم سرطانات ديال الدم وغيرها من الأمراض، وأيضا الناس اللي تعرضوا لحوادث سير أو للحوادث منزلية أو لكل أنواع الحوادث، نساء ربما كذلك، أمهات، يعني كاين حالات ديال النزيف خلال الولادة. فكان لزاما أننا نجاوبوا مع هذا النداء، وأن هذه القضية تولي فعلا قضية مجتمع، وكل المجتمع يتجاوب ويتبرع بالدم بشكل مستمر، لأن هذه المادة الحيوية لا تعوض بأي مادة مصنوعة طبيا. فهذا نداء. أنا الفصيلة الدموية ديالي هي O بلس، وهي فصيلة دموية رائجة وكيحتاجوها الناس وكتحتاج، ولكن كاين فصائل اللي كتحتاج بشكل أكبر، اللي هي الفصائل الدموية النادرة أو السالبة، الأموا والبيموا الأبيموا والأموا. فنتمنى ان هاد الناس اللي عندهم هاد الفصائل يتجاوبوا حتى هما بشكل مضاعف مع هاد النداء. ما تكونش فقط استجابه مناسبات هي مرتبطه بالحملات وبالقوافل، وانما تكون استجابه دائمه بشكل مستمر 3 و4 ديال المرات في السنه. وراه مفيد ايضا تبرع بالدم للمتطوعين المتبرعين. حنا اليوم في صدد تنظيم حمله للتبرع بالدم، وهي تحت شعار مشاة في طريق الخير. هي في النسخة ديالها الخامسة، حيث دأبت الجمعية أنها تنظمها بشكل دوري كل 6 شهور بمناسبتين في كل في خلال السنة. فكما كتلاحظوا فالإقبال كبير، وحنا يعني كيكون الوقت كننظموها بالتوقيت ديال يوم السبت، كيكون يعني عطلة نهاية الأسبوع، باش كنتيحوا لأكبر شريحة الناس أنهم يتبرعوا. والإقبال الحمد لله كيكون دائما مهم ومهم. وطبعا حنا كنعرفوا أن هذا واجب إنساني ووطني، وطبعا وعنده تا فوائد صحية، فالإنسان كيجدد الدورة الدموية ديالو بهذا التبرع هذا، وكذلك أنه كيقدر يتعرف على مثلا الفصيل الدم ديالو. فلو كان شي حادث في العائلة أو احتاج أن التبرع مستعجل، فكيكون هو ديجا عارف هاد النوع ديال المعلومات، فكيحسن التصرف في ديك الوقت هذا. وكنشكروا جميع الناس اللي ساهموا في هذا العمل، وهو يعتبر صدقة جارية. وكما كتقول الآية الكريمة، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وشكرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.